بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أعزائي المشاركين في دورة المخاطر الشائعة في بيئة العمل، إحدى دورات الصحة والسلامة والبيئة التي يقيمها قسم التدريب والتطوير في شركة نفوت نيسان. محاضرتنا لهذا اليوم هي مخاطر الكهرباء، إعداد المدرب علاء عبد الحسين خوي. أعزائي المشاركين في هذه الدورة، أن الكهرباء مخاطر عديدة، على الرغم من أن الكهرباء هي المصدر الأساسي من مخازن الطاقة وهي عصب الحياة العصرية، وهي الطاقة المحركة للصناعات المختلفة، إلا أن استخدام الكهرباء لا يخلو من المخاطر على الإنسان وعلى المختلفات والأخطار الكهربائية أكيدة الوجود في توصيلات وصيانة واستعمال الأجهزة الكهربائية، وأن السيطرة على معظم مخاطر الكهرباء ليست صعبا أو باهظ التكاليف، ولكن تجاهل وإهمال إجراءات الحماية من الكهرباء يسبب أضرارا كثيرة للأشخاص والممتلكات. إذن هناك أكو نقطة جدا مهمة يجب التركيز عليها، وهي أن ضرورة عمل صيانة دورية وشاملة لكافة المعدات والأجهزة الكهربائية والتوصيلات الكهربائية، لأن هذه الصيانة رغم ما راح تكون ليست صعبة وليست باهظة التكلفة، لكن راح تجنبنا الكثير من الخسائر للأشخاص والممتلكات. راح ناخذ تعاريخ بسيطة ومهمة عن طبيعة الكهرباء. الكهرباء هي عبارة عن طاقة في شكل جسيمات صغيرة مشحونة تدعى بالإلكترونات، تسري في موصل مثل سريان الماء في أنبوب. يعني هذه الإلكترونات راح تسري في المواصلات اللي هي الأسلاك الكهربائية. التيار الكهربائي وهو كمية الإلكترونات المارة خلال نقطة معينة وفي زمن معين وتقاس بالأمبير. شدة التيار أو وحدة قياس التيار تقاس بالأمبير. القوة الدافعة الكهربائية تتسبب في سريان التيار وتقاس بالفولت. أثناء سريان التيار يقابل بمقاومة من الموصل، وتسمى هذه المقاومة الكهربائية بالأوم. يعني المقاومة الكهربائية وحدة قياسها هي الأوم، وهي مقدار المقاومة التي تسببها الموصل أثناء سريان التيار فيه. بعد هذه التعاريف راح ندخل بما هي المخاطر الشائعة من الكهرباء، أو المخاطر التي تسببها أو يمكن للعامل أن يتعرض لها عند التعامل مع الكهرباء. هناك أعزائي المشاركين 5 أنواع من المخاطر مرتبطة بالعمل مع الكهرباء. أول نوع من هذه المخاطر هو الصعقة الكهربائية والحروق وحدوث الشرج والفرقعة والحرائق والانفجارات والسقوط من الأماكن المرتفعة. أول نوع من هذه المخاطر كما قلنا هو الصعقة الكهربائية. متى تحدث الصعقة الكهربائية؟ تحدث الصعقة الكهربائية عندما يكون الجسم هو جزءا من الدائرة الكهربائية، يعني راح يكون جسم الإنسان يعمل عمل المقاومة، يعمل عمل مثل أبسط شيء المصباح، بحيث يكون هو جزء من الدائرة الكهربائية. ما هو تأثير الإصابة بالصدمة الكهربائية على جسم الإنسان؟ يتوقف مدى تأثير الإصابة على جسم الإنسان على عدة عوامل، من هذه العوامل وهي كمية التيار المار خلال الجسم. يعني كمية التيار، احنا قلنا التيار من اي وحدة قياسية او وحدة الأمبير، يعني كم عدد الأمبيرات او اجزاء الأمبير اللي راح تمر خلال الجسم. وراح ناخذ احنا جدول
يبين له مدى تعرض جسم الإنسان بالملي أمبير إلى التيار وما هو تأثيره على جسم الإنسان. ما هو المسار الذي يسلكه التيار عند مروره في جسم الإنسان؟ هذه كلها عوامل راح تؤثر على الصدمة الكهربائية ومدى تأثيرها على جسم الإنسان. وقت بقاء التيار واتصاله بالجسم، قد راح يبقى التيار كم ثانية، كم جزء من الثانية، كل هذه ظروف تؤثر على مقدار الصدمة الكهربائية. جنس الشخص الذي يتعرض لصدمة كهربائية، إذا كان جنس ذكر أو أنثى، الحالة الصحية، الوزن، السن، هذه كلها عوامل اللي إحنا في محاضرة الغازات السامة قلنا تختلف مدى تأثير هذه الغازات على جسم الإنسان حسب الاستعداد الشخصي. اللي قلنا الاستعداد الشخصي مثلا السن، مثلا الحالة الصحية، الحالة الصحية للشخص اللي يتعرض لهذه الغازات أو للصدمة الكهربائية، مقاومة هذا الشخص لهذه التأثيرات التي تؤثر عليه. درجة رطوبة الجلد، رطوبة الجلد لها تأثير مباشر على جسم الإنسان، بحيث أن الشخص الذي يتعرض للإصابة كلما كانت جسمه جاف راح يكون مقدار التيار اللي مار بجسمه يكون مقدار قليل. نوع العضو المعرض من الجسم يختلف حسب نوع العضو الذي لامسه التيار أو الجزء الحي من التيار الكهربائي ونقل التيار الكهربائي إلى جسم الإنسان. هذه كلها عوامل تؤثر على مدى تأثير الصدمة الكهربائية على جسم الإنسان. هذا جدول راح يبين لنا هذا الجدول مدى تأثير أو مدى شدة التيار وما هو تأثيرها على جسم الإنسان. مقدار 1 ملي أمبير أو أقل لا يشعر به الإنسان. ملاحظة جدا مهمة، الأمبير الواحد يعادل 1000 ملي أمبير، يعني لما نقول بالملي أمبير قد هو هذا جزء بسيط من الأمبير، 1 أمبير يساوي 1000 ملي أمبير. التيار الذي شدته من 1 إلى 8 يشعر بالصدمة، الشخص المتعرض للإصابة راح يشعر بالصدمة دون ألم، ويمكنها الابتعاد عن مصدر التحكم في عضلاته. من لهنا هذا هو الحد الآمن، التعرض لتيار شدته من 8 إلى 15، من هذا المستوى بدأ الحد غير الآمن للتعرض لصدمات كهربائية. من 8 إلى 15 ملي أمبير راح تكون صدمة مؤلمة، لكن بإمكانه الابتعاد والتحكم بعضلاته. من 15 إلى 20 ملي أمبير راح تكون صدمة مؤلمة ويفقد السيطرة في عضلاته القريبة من مكان الصدمة. التيار اللي شدته من 20 إلى 50 ملي أمبير راح يكون هنالك ألم وتقلص شديد في العضلات وصعوبة في التنفس ولا يمكنه أن يتمكن من الحركة. من 50 إلى 100 ملي أمبير اضطرابات في القلب، حالة ناتجة قد تسبب الوفاة. 200 ملي أمبير وأكثر راح تسبب لنا حروق شديدة في الجلد أو مكان الإصابة وتقلص شديد بالعضلات وتحدث الوفاة بصورة مؤكدة أثناء الصدمة. هذا الجدول بين لنا مقدار شدة التيار وتأثيرها الناتج على جسم الإنسان. إذن سؤال، متى تحدث الصدمة الكهربائية؟ قلنا تحدث الصدمة الكهربائية عندما يصبح الجسم جزء من الدائرة الكهربائية. وكيف يصبح الجسم جزء من الدائرة الكهربائية؟ هنالك 3 طرق حتى يصبح الجسم جزء من الصدمة الكهربائية. الطريقة الأولى وهي عندما يكون جسم الإنسان متصل
بكلتا الوصلتين، يعني بالجزء الحي والجزء المتعادل. الجزء الحي اللي هو سلك الكهرباء الحار مصطلحنا يعني الشائع والدارج، والجزء المتعادل نقصد به البارد، يعني جسم الإنسان راح يمسك بطرف بالجزء الحي والطرف الآخر هو الجزء المتعادل البارد. وبهذه الحالة ايش راح يكون؟ راح يكون شبيه بفتيلة اللمبة يعني المصباح أو ملفات الموتور، أو كأنما يكون هو كويل ملف موتور. وتعتبر هذه الحالة مقاومة ويمر بها التيار، وهذا النوع يكون من أكثر أنواع ضررا على الإنسان، ويعتمد على مقدار التيار الماء لجسمه راح يكون مقدار الإصابة. الطريقة الثانية وهي أن يكون الإنسان متصلا بالجزء الحار الحي، ويعتبر جسمه air وصلة أرضية air مع الأرض. وبهذه الحالة إيش راح يكون؟ راح يكون سريان مرور التيار من الجزء الحي إلى جسم الإنسان، وجسم الإنسان يوصل هذه الشحنات الكهربائية إلى الأرض. هذا راح يعتمد مقدار الصدمة الكهربائية على مدى اتصالك بالأرض. إذا كنت ترتدي مثلا نوع من الأحذية عازل من الأحذية عازل للتيار الكهربائي، أو مثلا ما ممسك بجدار أو أي موصل مرتبط بالأرض، على حسب رطوبة المكان اللي أنت واقف به، حسب رطوبة جلد الإنسان وغيرها، كلها عوامل تأثر على مقدار الصدمة الكهربائية. النوع الثالث هو القصر الكهربائي، عندما تلامس وصلة الحية الأجزاء المعدنية، مثلا ماسك أطار أو يد أو غلاف للآلة أو المعدة الكهربائية، وتصبح هذه المعدة محملة بالطاقة الكهربائية، وبمجرد ما يلامسها جسم الإنسان سوف راح تفرغ الشحنات الكهربائية المحملة على هذه العدة أو الأداة أو الآلة اليدوية، راح تكون هذه محملة بالشحنات الكهربائية. مجرد ما راح يلامسها الإنسان راح نشوف هذه راح تفرغ الشحنات الكهربائية، الإنسان يفرغها للأرض. وهاي النقطة جدا مهمة هو الفحص الدوري والتأكد من التوصيلات الكهربائية للعدة والآلات اليدوية المحمولة التي يتعامل معها العامل في بيئة العمل، حتى يتجنب التعرض للصدمة الكهربائية. ملاحظات مهمة في الصدمة الكهربائية، إن أغلب الصدمات الكهربائية التي تحدث تكون مميتة، لأنها تمر بالقرب من عضلة القلب أو بالقرب من تمر خلال عضلة القلب أو بالقرب منها. يعني مثلا تيار كهربائي شدته 100 ملي أمبير يمكن أن يمر خلال عضلة القلب في ثلث الثانية، ويسبب انقباضات ورفرفة عنيفة للقلب يعقبها توقف للقلب. يعني هذه بالنسبة للمقدار أو شدة التيار الكهربائي، إذا كانت 100 ملي أمبير والزمن الذي يبقى به على اتصال مع هذا التيار هو ثلث الثانية، ماذا يفعل بجسم الإنسان؟ راح يسبب له انقباضات ورفرفة عنيفة للقلب ويعقبها توقف القلب. وإذا ما تمت عمليات الإسعافات الأولية خلال 3 أو 4 دقائق للشخص المصاب بهذه الصدمة الكهربائية فإنه سوف يتعرض للوفاة. 2، التأثيرات غير المميتة بالتيار المار بالجسم تتفاوت ما بين الإحساس بوخز خفيف إلى ألم شديد أو تقلص في العضلات العنيفة. دائما إحنا نسمع يعني حياتنا خاصة يقولون أكو شخص مثل لزمته الكهرباء، ما فيه الكهرباء، هي بالحقيقة مو لزمته الكهرباء، وإنما هو هذا الشخص الممسك بالتيار الكهربائي
بسبب انقباض عضلاته وانقباض وتقلص عضلاته الشديد راح يكون هو ممسك بالسلك الكهربائي الكامل للسيار وما يقدر مثل يفتح ايده ويتحكم راح يكون. لذا ينصح اثناء عمليه مثل دائما مثل الاثيث تمسك لك في الجزء وخاف مثل هو موصل للطاقه الكهربائيه بان ما تمسكه براحه اليد او باطن الكف، وانما دائما تحاول ظاهر الكف او ظاهر اليد هو اللي لامس هذا الجزء. حتى بهالحالة إذا أراد يصير انقباض لليد أو لعضلات الكف راح يكون انقباض هالداخل مو باتجاه التيار، وبهذه الحالة ما راح تكون مثل أنت ممسك بالسلك الكهربائي أو أي مكان مثل أنت خاف مثل تفتح لك يد باب أو مثل في مكان قد يكون هو محمل بالشحنات دائما أن تكون تلمسه بظاهر الكف. النقطة رقم 3 ملاحظة ثالثة وهي الانفعالات العضلية. تصبح الانفعالات العضلية تصبح خطرة عندما يتجمد الإنسان في مكانه ويفقد السيطرة والقدرة على الحركة. كذلك يمكن أن تؤدي الصدمة الكهربائية إلى إمكانية حدوث تأثيرات أخرى كالحروق والنزيف الداخلي. قلنا إحنا تختلف تأثير الصدمة الكهربائية حسب شدة التيار، وممكن أن إذا كان التيار ذو شدة عالية أن يسبب لنا حروق ونزيف داخلي في جسم الشخص الذي تعرض للصدمة الكهربائية. ملاحظة جدا مهمة، لا تحاول لمس الشخص المصاب بالصدمة الكهربائية إذا كان لا يزال ممسكاً بالسلك الكهربائي. إحنا إذا شفنا أي شخص متعرض للصدمة الكهربائية وواقع بالأرض فضروري جداً أن نلاحظ هل هذا الشخص لا زال متصل بالتيار الكهربائي، ممسك بالسلك، ممسك بشيء موصل قد يكون محمل بالطاقة الكهربائية. إذا كان كذلك ضروري جدا عمدا الاقتراب منه، وإذا حاولنا إنقاذ هذا الشخص يجب أن نقوم بفصل التيار الكهربائي بسحبه أو دفعه الشخص المصاب بعيدا عن مكان الاتصال بالتيار الكهربائي بقطعة من الخشب أو وصلة من القماش أو حبل جاف أو أي مادة غير موصلة للتيار الكهربائي. وأول شيء أول فقرة يمكن إجراءها قدر الإمكان هو قطع مصدر الطاقة. إذا ذهبنا إلى مصدر الطاقة قطعناه، وبالتالي يمكن أن نعمل بأمان ونبعد هذا الموصل المتصل به عن طريق قطعة من الخشب أو حبل أو أي شيء عازل. إذا كان وقت التلامس قصير وحدث توقف للقلب وأجري التنفس الصناعي للمصاب خلال فترة مثل ما قلنا قبل قليل من 3 إلى 4 دقيقة يمكن من الصدمة يمكن إعادة النبض إلى القلب. يعني الشخص اللي تعرض للصدمة الكهربائية إذا قدرنا نجري الإسعافات الأولية وعمل عملية التنفس الصناعي خلال فترة من 3 إلى 4 دقائق يمكن إعادة النبض له. من الملاحظات المهمة أن توقف شدة الصدمة الكهربائية يعتمد على حالة الجلد، فإن الجلد الجاف له مقاومة كهربائية كبيرة، فالصدمة الكهربائية من مصدر 120 فولت قد تكون أقل من 1 ملي أمبير، يعني جزء ضمن الحد الآمن. يعني مجرد شعورك بالتيار ما تحس أي بوخزة أو بألم، لكن العرق البسيط أو رطوبة الجلد تنقص من مقاومة كهربائية بدرجة كبيرة وقد تصل بالجسم إلى الحد الممكن. إذن شوف ما هو مقدار تأثير الرطوبة على سريان التيار الكهربائي في جسم الإنسان. ملاحظة، إذا كنت تقف في الماء أو تستند إلى سطح مبتل فإن التيارات الصدمة الكهربائية قد تصل إلى 800 ملي أمبير وهي فوق الحد الممكن. من مخاطر الكهرباء هو الحروق، وتحدث الحروق بسبب تفريغ
تيار كهربائي عالي مما يؤدي إلى تلف أنسجة الجسم واحتراقه. وهذه صورة بسيطة تبين لنا مدى تأثير الحروق، تأثير السلب الكهربائية وتأثير الحروق على جسم الإنسان. حدوث الشرج والفرقعة. يحدث الشرج والفرقعة في حالة ما يقفز تيار عالي من موصل لآخر أثناء تشغيل أو إيقاف الدائرة الكهربائية. دائما نشوف من أريد مثلا نعيد الدائرة الكهربائية، أبسط مثال إن مثلا أي مثلا دقمة مال لك سويتش من الشغل نشوف تصير أكو جدحة بيها، وتقدر تلاحظ هذه الجدحة ها إذا كان الغرفة ظلمة أو طاف النور، أو تشنج الميكانيكي من تحاول بأن أنت تنزل تشنج ها حولها، راح تشوف أنت مثل ما أقول أكو راح هناك جدحة حدثت. هذه الجدحة أو تفريغ للشحنات الكهرباء لهذه الكهرباء يعني مثل ما أقول تحدثها، خاصة إذا كانت مقدار التيار عالي. راح ناخذ هالشيء بعد قليل بالسلايد الثاني شلون أنا أقلل أو أتجنب حدوث هذه الشرج أو الفرقعة. وكذلك يحدث الشرج والفرقعة عند تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة. للوقاية من مخاطر الشرج والفرقعة يوصى بتشغيل أو إيقاف الدائرة الكهربائية بواسطة اليد اليسرى وليست اليد اليمنى حتى يتم إبعاد الوجه عن الشرج والفرقعة في حال حدوثه. يعني أنت راح تكون تنزل مثل ما نقول سيارة الكهرباء أو الشنج الكهربائي باليد اليسرى مو باليمنى، حتى مثلا في حال حدوث أي فرقعة أو شرج أنت راح باليد اليمنى راح تحمي الوجه. كذلك فصل جميع الأحمال من الدائرة الكهربائية قبل تشغيلها. يعني شكو عندنا أحمال حتى راح ما يكون التيار اللي راح ينتقل راح يكون تيار عالي بسبب وجود أحمال كهربائية عالية، وراح يكون مقدار الشرج والفرقعة كبير. نفصل الأجهزة الكهربائية المرتبطة به حتى نقلل من حدوث الشرج والفرقعة. الحرائق والانفجارات. من مخاطر الكهرباء الخطر الرابع من مخاطر الكهرباء هو حدوث الحرائق. أكثر أنواع الحرائق اللي تحدث ونشوف ما قلنا دورة الحرائق بعد انتهاء التحقيق في هذه الحوادث يقال بأن السبب هو كان تماس كهربائي. تحدث الحرائق في حالة التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية حيث ترتفع درجة حرارة الأسلاك، وقد يتسبب ذلك في صهر المادة العاجلة واحتراقها مما يؤدي إلى حدوث الحريق. في حالة حدوث الشرج والفرقعة إذا كانت بالمكان مواد سريعة الاشتعال سوف تشتعل ويمكن أن يحدث انفجار. يعني دائما قرب التوصيلات الكهربائية ضروري جدا أن يكون المكان خالي من المواد القابلة للاشتعال. عدم تحميل الدوائر الكهربائية بأحمال أكثر من الحد التي تم تصميمها لهذا الغرض، لأن هذا بالتالي راح يسبب إلى حدوث انصهار المواد العاجلة مثل ما قلنا، وبالتالي حدوث الحرائق. من المخاطر الثانوية التي تصاحب العمل على الكهرباء هو مخاطر السقوط. مخاطر سقوط من الأماكن المرتفعة. يعني مرات أنت شخص مثل يعمل على صيانة معدات كهربائية أو تبديل إنارة في مكان مرتفع ويصاحب هذا العمل سقوط من هذا المكان المرتفع، أو تعرضه للصدمة الكهربائية لكن الصدمة ما كانت صدمة مثل ذات تأثير قوي أو مميتة، لكن حصلت له الإصابة بسبب سقوطه من المكان المرتفع الذي كان يعمل به وأدى إلى حدوث كسور وإصابات للشخص العامل على هذه المعدة أو على هذه مثل أعمال الصيانة التي يقوم بها. بعد ما أخذنا المخاطر الشائعة من العمل على الكهرباء، إذن ما هي الوقاية، ما هي إجراءات الوقاية للحد من حوادث الكهرباء؟ هنا عندنا عدة ملاحظات مهمة
يجب العمل بها لتجنب حصول إصابات وتجنب حدوث صدمات كهربائية. أولاً، يجب فصل التيار الكهربائي عن أي معدة أو جهاز كهربائي قبل إجراء أي عملية صيانة له مع وضع لافتة طرد. يعني لما أريد أعمل على إحدى، على سبيل المثال على إحدى المعدات أو المضخات أو غيرها، ضروري جدا أول شيء أقوم بفرق الصيانة بأن هناك شخص مخول يقوم بفصل مصدر الطاقة الكهربائية ووضع لافتة تاج تبين بأن هذه المضخة أو العفو أو هذه المضخة أو هذه المعدة هي تحت الصيانة. وبعض الإجراءات تكون أكثر شدة وصرامة، مو فقط وضع هذا التاج وإنما وضع قفل يمنع إعادة ملكها أو إعادة مصدر الطاقة إلى هذه الآلة أو هذه المعدة، ويكون شخص واحد فقط مخول لديه المفتاح هو الذي يقوم بعملية إعادة هذه المعدة إلى الطاقة بعد إنجاز العمل عليها والتأكد من عدم وجود أعمال على هذه المعدة. ملاحظة: لا تلبس الخواتم والساعات والمجوهرات عند العمل قرب الدوائر الكهربائية. لا تستعمل السلالم المعدنية أو العدد اليدوية الغير معدولة عند العمل على هذه الأجهزة الكهربائية. دائما عند العمل على الأجهزة الكهربائية يجب أن تكون العدد المستخدمة معدولة عدل تام. يتم استخدام وسائل إضاءة مؤمنة ضد الانفجارات (Explosion Proof Lamps) والتي يمكن احتواء أي انفجار داخلها ولا تسمح بخروجها إلى الجو المحيط. وهذه دائما هذه الوسائل الإضاءة دائما يتم استخدامها وين؟ مثل في الأماكن الخطرة التي تصنف أماكن خطرة توجد فيها مثل غازات وأبقرة شديدة الاشتعال أو قابلة للاشتعال. يجب التأكد من أن جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية الثابتة والمتحركة موصلة بالأرض بواسطة سلك. يعني نقطة جدا مهمة بأن المعدات تكون معرفة، وهذا السلك لا يحمل تيار كهربائي لكنه عنده حدوث قصر كهربائي في الدائرة أو مرور تيار كهربائي خاطئ من السلك الحي للتيار في إطار أو غلاف المعدة. يعني هناك تسريب للتيار الكهربائي لمكان غير هو المكان الصحيح، فإن هذا التيار كبير يدفع قاطع الدورة قاطع الكهربائي سيركت بريكر أو الفيوز على فصل الدائرة الكهربائية، أو يحمل السلك الأرضي التيار الكهربائي إلى الأرض ويمنع تجمعه على مثل ما أقول هذه الأجزاء أو الغلاف الخارجي المعدة، وبالتالي يمنع مروره الخاطئ لجسم الإنسان وما تحدث الصدمة. يعني هذا راح يكون لنا فد مصدر للحماية بحيث في حال أي حدوث تسرب بالاتجاه غير صحيح للتيار راح يكون وين؟ يأما قاطع الدورة راح يفصل هذا الجهاز عن الطاقة الكهربائية، أو الأير راح يسرب لنا الشحنات الكهربائية إلى الأرض. ملاحظة جدا مهمة بأنك لا يعني تقوم الفيوزات وقواطع الدورة لا تحاول إرجاع التيار قبل البحث عن سبب الأمر. يعني إذا أجينا وشفنا إحنا هذه الفيوزات أو شفنا الجوزة الكهربائية فاصلة، فمن الضروري التأكد ما هو السبب انفصال هذه. مثل ما قلت لابد هناك أكو سبب أدى إلى انفصال هذا قاطع الدورة، فلا تحاول إرجاع التيار الكهربائي إلا قبل البحث عن سبب العطل. ونقطة جدا مهمة: لا نخلي مثل جوزة أو قاطع دورة يكون التحمل ماله أكثر بكثير من احتياج التيار. يعني مثلا أنا في الجهاز كهربائي بسيط أخلي له جوزة من 25، هذه في هاي الحالة ما راح تفصل مهما يكون عندي عطل أو سبب، ما راح تفصل، فما تفرق موقعها الصحيح من الحماية. أو مثل عندي فيوز أريد أبدل هذا الفيوز أبدله بفيوز ذات سعة أكبر، وبهاي الحالة راح مثل يسبب عطل الجهاز أو يعني مثل ما أقول مشكلة تكون بالجهاز والفيوز ما فاصل.
ملاحظة لا تمرر الأسلاك الكهربائية من خلال الأبواب والنوافذ وإبعادها عن مصادر الحرارة كالدفايات والأقلقاء المسامير. بعض الأحيان مرات يكون شخص مثل يمرر سلك كهربائي أعلى الباب أو أعلى أو من خلال النافذة، وإحنا نشوف مثل مرات النافذة مثل السد الشباك عليها، وهذا مرور الزمن راح يسوي تلف للعازل وتلف للأسلاك، وبالتالي راح يسبب إنه تماس كهربائي أو صدمة كهربائية. نقطة جدا مهمة، لا تتغاضى عن الأجزاء المتآكلة في الأسلاك الكهربائية، وقم بتبديلها فورا أو تغطيتها بشريط عازل بصفة مؤقتة. يعني لما نشوف إن فد سلك كهربائي متآكل، ضروري جدا عملية الصيانة له، وذلك لفه بكيب بصورة مؤقتة لحين تبديل هذا الجزء المتضرر حتى نتجنب حدوث الأصابع. ويجب أن يتدرب العاملون، ملاحظة مهمة، يجب أن يتدرب العاملون في مجال الكهرباء على استخدام طفايات الحريق المناسبة لاستعمالها في الحرارة. ومن هذه الطفايات مثل شنو؟ مثل طفاية CO2. نقطة جدا مهمة، في حال حدوث حرائق الكهرباء تجنب استخدام المياه أو طفايات الرغوة يكون احتوائها على كمية من الماء، لأن الماء يعتبر هو مثل ما نعرف هو موصل جيد للطاقة الكهربائية، وبالتالي راح نتعرض إلى خطر الصدمة. وبهاي الحالة النقطة جدا مهمة اللي هي وهي فصل مصدر الطاقة أول شيء، وبعدها عملية إطفاء الحرائق وباستخدام الطفايات المناسبة مثل ما قلنا مثل طفاية CO2. في حال إصابة أي شخص بصدمة كهربائية يجب عدم ملامسته على الإطلاق، والقيام أولا بفصل التيار الكهربائي وإبعاد الشخص عن مصدر التيار الكهربائي بواسطة مثل ما قلنا لوح من الخشب أو أي مادة عازلة أخرى. وبعد ذلك يمكن إجراء الإسعافات الأولية للشخص المصاب مثل عملية التنفس الصناعي واستدعاء الطبيب إلى أن يصل إلى المستشفى أو وصول الفرق الطبية المتخصصة. عند شحن البطاريات لا تحاول لمس سوائل البطارية بيدك، واستخدم معدات الوقاية المناسبة عند العمل على هذه البطاريات مثل واقي الوجه، القفازات، مراية البلاستيكية وغيرها من معدات الوقاية الشخصية التي تكون مناسبة للعمل مع هذا النوع من الحوامض الموجودة في بطاريات الشحن. وملاحظة جدا مهمة، عند تعبئة البطاريات يجب إضافة الحامض إلى الماء وليس العكس، الماء إلى الحامض. عند الإصابة بحروق حامض البطاريات يجب رش مكان الإصابة بالماء فورا حتى تقليل من تركيز هذه المادة الكيميائية. أعزائي المشاركين في هذه الدورة، هذا ما يسع به الوقت لهذا اليوم، ما أخذناه عن مخاطر الكهرباء، وشكرا جزيلا لسماعكم.